بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أما بعد، هنستكمل إن شاء الله مع بعض شرح برنامج الصلاة دارك سكام. تعرفنا في الدرس الأخير على بعض الأوامر المهمة زي السورتنج أوبريشن وزي الديفينيشن للبروجرام زيرو. النهاردة بمشيئة الرحمن هناخد مثال كتطبيق على الأمرين المهمين دول، وكمان هنتعرف على أمر جديد مهم جدا إن شاء الله. توكلنا على الله. البارت ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هنبدأ نمشي مع بعض. طبعا يعني انتوا هتلاحظوا طول ما احنا بنتقدم كده ان في أوامر بتتكرر دايما معانا. الحقيقة يعني الأوامر ديت عشان تفهمها لها تسلسل معين، البرنامج نفسه وليه إمكانيات رهيبة جدا يعني ما شاء الله، فاحنا بنمشي بتسلسل معين بحيث كل مرة ناخد حاجة جديدة ونطبق عليها مرة واتنين، حاجة جديدة ونطبق عليها مرة واتنين. حتى هتلاقي في حاجات أنا بقولها لك أنا أصلا قايلها في أول حاجة، أو أول حاجة شرحناها، أو حتى في تاني فيديو كمان أو تالت فيديو، هتلاقيني برضو بكرر وأعيد عليها تاني في الفيديوهات اللي بعدها. طب ليه الكلام ده؟ الكلام ده عشان نأكد عليها بس وتثبت بالنسبة لنا، في نفس الوقت نعرف هي ممكن تتطبق بأكتر من طريقة وأكتر من أبليكيشن. وطبعا الأبليكيشن هو اللي بيفرض عليا أستخدم التولز المتاحة عندي دي إزاي. تمام. طبعا يعني أول حاجة دايما بنقولها إحنا عندنا خط عريض أو فلو شارت أو فلو لاين دايما بنمشي عليه من البداية للنهاية عشان نحصل في النهاية على الهدف مننا بنستخدم البرنامج ده عموما. تمام. فاخدنا البارت من سوليد ووركس من او من اي برنامج كاد. هنبدا ان ندخل بقى على الخطوات بتاعتنا. اول حاجه بنعمل ديفينيشن للماشين، بعدين الكوردينيت سيستم، بعدين الستوك مانجر، بعد كده نطلع بقى الخطوات اللي هي اكستراكت ماشين ابل فيتشر وجنريت اوبريشن بلان، جنريت تول باث والسيميوليشن، بعد كده البوست بروسيس. يعني لغايه الستوك مانجر تقريبا الخطوات دي ثابته. اول ما ندخل بقى في الاكستراكت ماشين ابل فيتشرز، اول ما نيجي هنا هنبدأ بقى نغير بعض البارامترز وبعض الفانكشنز الجديدة وبعض الكوماندوز عشان نوصل لحاجة تناسب التطبيق أو البارت اللي أنا شغال عليه. هنبدأ كده مع بعض. أول حاجة دايما بنعملها اللي هي الديفينيشن للماشين. نوز ديفينيشن للماشين، أنا نختار أول حاجة الماشين، طبعا هنختار مثلا الميل متريك، تاني حاجة هنختار التول كليب رقم 2، تالت حاجة الميل 3 اكسس توتوريال. يعني ما تحاولش تتوه نفسك وتدخل في الفرق بقى ما بين البوست بروسيسورز اللي هنا ديت. احنا بنشتغل على واحد منهم ودايما مثبتينه، وهنبدأ نشتغل على حاجات تانية بعد كده ان شاء الله. بس الفكرة كلها ان انت بيبقى عندك يعني سي بي يو واحد تبقى تشتغل عليه عشان ان شاء الله لو حبيت تبص بعد كده في الجي ام كود اللي انت اخدته في النهاية تلاقي فيه المبادئ ثابتة، مفيش حاجات متعارضة وداخلة مع بعضيها، لأن هو مش ده الهدف. الهدف إن أنت معاك سوفت وير كتول تحت إيدك تقدر تستخدمه إزاي تساعده يساعدك، وإزاي توظفه التوظيف الصحيح عشان يديك أكبر نتيجة ممكنة تقدر تستفيد بيها. تمام. يبقى عرفنا ال definition بتاع الماشين ان هما 3 حاجات، الماشين طيب وال tool crib وال post processor. خلاص عرفنا 3 حاجات، قلنا اوكي. طبعا احنا كنا بنعرف ال coordinate system، بس احنا هنعدي ال coordinate system النهاردة لهدف ما. ندخل على ال stock manager. قلنا ال stock manager في اكتر من طريقة عشان اعرف ال stock، وطبعا ال stock manager جواه حاجتين مهمين جدا، material type وال stock size. الماتيريال تايب دايما يعني هنفوته، لان الماتيريال تايب انا مش مقيد بماتيريال هنا. الماتيريال دي ان شاء الله اما تبقى شغال عملي هتبقى مقيد بماتيريال اللي هتبدا تدخلها من الداتابيز بتاعت السوفت وير، او هتبدا تعرف ماتيريال جديده اللي انت بتشتغل عليها. ندخل بقى على الستوك تايب او الستوك سايز. واحنا اتعرفنا قبل كده يعني اللي هو ده البارت بوندج فيرتكس، والحاجه التانيه اللي اتعرفنا عليها برده المره اللي فاتت الاكسترودد سكتش. انا هنشتغل النهارده على البارت بوندنج فيرتكس بوكس. هنبدا كمان نحط له يونيفورم انكريمنت في الثري اكسس 1 مليمتر. هندوس على اكس نحط 1 مليمتر، وندوس على يونيفورم اكس دايركشن، وكذلك في واي انا اقول يونيفورم
كذلك في زد وأقول له يونيفورم، وبعدين أرجع أقول له أوكي. لغاية هنا كده تمام، هنبدأ ندخل نخش على الاكستراكت ماشين أبو الفيتشرز. لغاية هنا كده مفيش حاجة جديدة، الكلام ده قلناه من أول مرة لغاية النهاردة، قلناه تقريبا 6 أو 7 مرات. كده دخلنا في الجديد بقى، عملت اكستراكت للماشين أبو الفيتشرز كده تمام. نيجي ندخل كده ابدا اتعرف بقى على الفيتشرز الموجودة عندي في البارت. المفروض طبعا البارت ده انا اللي عامل له اصلا، او انا اللي اشتغلت عليه في الكاد او في المرحلة ما قبل الكام يعني، فانا عارف البارت ده بيتكون من ايه، الفيتشرز اللي جواه دي ايه. بس طبعا عشان ده ما حصلش، فانا هنبدا نتعرف على الكلام ده الاول. اول حاجة قلنا هتلاقي كده الاوبن بوكت، لما تقف عليه هتلاقيه حدد لك هنا البارت اللي هيحصل، او ايه الجزء اللي المفروض يتشال من الماتيريال عشان نوصل للشكل النهائي اللي فوق ده. وهو هنا هيعمل عملية تشغيل عشان يظهر الثري ايلاند الموجودين اللي هنا دول. تاني حاجة اللي هو الابراوند بوكت، او اللي هو ده البوكت ده. بعد حاجة الريجولار سلوت اللي هي ديت، وبعد كده ريكتانجلر سلوت، ريكتانجلر سلوت اللي هما دول الاتنين، وبعد كده الهول جروب اللي هما الـ4 تقوب دول. تمام. طيب مثلا التقوب ديت انا عايز اعرف ايه اللي جوه التقوب ديت. 4 تقوب معمول لهم دريلينج بس. طيب انا لو عايز اعمل التقوب ديت عايز اعمل لها ريم. الريم يعني ايه؟ يعني عملية فينيشنج، عملية تنعيم عشان نوصل الاكتوال سايز بالظبط، نوصل لجودة السطح عالية جدا يعني. طبعا الكلام ده مقيد برضو بالتطبيق، لكن هنا خلينا نتعرف على حاجة جديدة، ازاي اغير الاستراتيجي بتاعة الهول جروب، وازاي نتعرف على المتاح عندي في الاستراتيجيز دي هتكون ايه. نبدأ نخش على الهول جروب، دوز بارامترز، خش على الاستراتيجي. عندي اي بور، عندي ريم، عندي ثريد، وعندي دريل اونلي. تمام. دريل ودريل اونلي تقريبا نفس الحاجة، اللي هو مجرد هيعمل تقب بس. بور معناها ان في تقب موجود سابقا وانا هبدأ اعمل له عملية وايدنينج او عملية توسيع. ريم اللي هو انا هعمل تقب وبعد كده ارجع اعمل له ريمينج. ريمينج يعني ترجمتها بالعربي كده برغلة، يعني بعمل له فينيشنج، بحصل على جودة سطح عالية جدا 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 وأبعاد يعني بيرفكت. الحاجة التالتة اللي هو ثريد، يعني بقطع الوول. ثريد طبعا كلنا عارفينه، فأنا عايز أعمل أو عايز أوصل لأكتوال سايز كويس جدا وعايز جودة سطح عالية، فأنا هختار جيم وأقول له أوكي. تمام. في حاجة تانية هنا حابب أغير الاستراتيجي بتاعتها وأغير السيرفس فينش، حابب يعني أعدل عليها وكده. ممكن مثلا ندخل على الأوبن بوكيت ده عايز أعمل فيه إيه؟ ده عايز أخلي الاستراتيجي فينش. طب نيجي نشوف، هي أكيد متعرفة بالشكل ده، لكن خلينا نتأكد برضه. تمام. ادي الاستراتيجي رافت تو فينيش. اوكي تمام، هو ده المطلوب. لو كانت حاجة غير كده هنبدأ نغيرها ونخليها رافت تو فينيش. تمام كده. تمام كده برضو اتعرفنا ازاي اغير الاستراتيجي بتاعة الهول جروب. احنا قبل كده غيرنا الاستراتيجي كتير، بتاعة اوبن بوكت، بتاعة اوبراوند بوكت، بتاعة سلوت، بتاعة الفيس. غيرنا الاستراتيجي دي كتير قبل كده، لكن الهول جروب لها وضع خاص لان دايما فيها اوبشنز كتير. يعني لو انت عايز تعمل في الثقب ده او في الهول اللي عندك ده الوز، فبالتالي تبدا تغير الاستراتيجي للثريد. لو حابب تعمل، لو هو اصلا ثقب موجود وانت حابب توسعه تغير او تكبر القطر بتاعه الديامتر، فهتبدا تعمل له تختار الاستراتيجي بور. فيعني في اوبشنز مختلفه دايما عن البوكت او السلوت. تمام. هنبدأ نعمل جنريت للأوبريشن بلان. جنريت الأوبريشن بلان دي يا شباب هي بالمعنى الحرفي كده، انت بتعمل أوبريشن بلان، يعني بتعمل خطة تشغيل أو خطة عمليات. يعني بترتب العمليات اللي عندك ديت، أدي العملية رقم 1، يليها العملية رقم 2، يليها العملية رقم 3، وهكذا إلى أن نصل إلى آخر عملية. كده إذا احنا رتبنا كل العمليات اللي المفروض نعملها على البارت ده عشان نوصل للشكل النهائي في الآخر. تمام. احنا قلنا الكلام ديت عملية اوتوماتيكية، السوفت وير هو اللي بيبدأ يتعرف عليها وهو اللي بيبدأ يرتبها
حسب الفيتشرز اللي اتعرف عليها. يعني هو اول حاجه اتعرف عليها مثلا السيرفس اللي فوق ده او عمليه الفيسنج اللي فوق دي، فهو حطها رقم واحد. طبعا عمل لها رف، وبعد كده عمل لها كونتور، وبعد كده دخل على البوكت ده رف كونتور، وهكذا الى يعني ايه يصل في النهايه الى انه خلص كل الاوبريشنز اللي موجوده على البارت. تمام. طبعا نيجي نشوف هنا الموضوع ده ايه المشكلة. هنا اول ما تلاقي علامة تعجب كده او العلامة الصفراء اللي جنب اي اوبريشن من هنا دول، تيجي تشوف ايه المشكلة، ادوس كليك يمين وبعدين واتس رونج، هتلاقي بيقول لك ايه التول سيلكتد از نوت فروم ذا تول كريب. قال لك يا اما التول اللي انت استخدمها في الاوبريشن ديت مش من التول الكريب، فانك تدوس كلير هنا معناها انك هتشيل التول ديت او يعني هتستدعي التول ديت من تول كريب تاني تستخدمها في الاوبريشن دي. برضه نفس الكلام اقول له كلير، برضه نفس الكلام اقول له كلير كده. تمام. طيب هنفرض مثلا ان انا ليا ترتيب تاني عايز ارتب العمليات دي ترتيب مختلف غير الترتيب اللي موجود قدامي ده. الكلام ده اتعرفنا عليه المرة اللي فاتت، وقلنا ان انا اقدر اعملهم او ارتبهم مانيوال اللي هو دراج دروب، اللي هو يعني ايه، يعني انا همسك مثلا الرف ميل الستة ديت ادوس عليها وكليك شمال افضل دايس واحركها للمكان اللي انا عايزه، اخليها اول عملية اوكي مفيش اي مشاكل. تمام. وهكذا لغاية لما ايه ارتب كل العمليات اللي انا عايز اعملها. طبعا لو انا عايز غير ترتيب عملية واحدة او اتنين حتى او حتى 3 operations as a maximum يعني اقدر اعملها بسهولة من هنا. طيب لو انا حابب اعمل ترتيب تاني مختلف شوية ومعتمد على حاجة معينة، معتمد على نوع العملية مثلا، معتمد على كتر التول، معتمد على نوع التول المستخدمة، فبالتالي ده موضوع مرهق شوية اللي انا اقعد افرز وارتب العمليات ديت. او التول لما تبقى التول مثلا قطرها من 10 لـ20 مليمتر، يبقى انا ايه اخلي ديت العمليات اللي تتعمل في الجروب الاولاني والجروب التاني التولز مثلا من قطر 10 5 لـ10 وهكذا. موضوع مرهق شوية. فبندخل بقى عندنا اوبشنز اللي هو نعمل سورت اوبريشن، ممكن يكون موجود عندك هنا في الكوماند مانجر ده، ممكن تختاره من هنا البارت سيت اب، كليك يمين وبعدين تختار سورت اوبريشن. تمام. اول حاجة نبدأ يعني ندور عليها دايما في البروسيس اللي هو نعمل انا تشيك للبروسيس كومبليت فيتشرز. البروسيس كومبليت فيتشرز دي يا شباب يعني ايه؟ يعني بيمسك كل بروسيس او كل اوبريشن يعملها كومبليت فيتشر. يعني مثلا احنا غيرنا الاستراتيجي بتاعت التوب اللي موجود عندنا خلينا ريم، يعني ايه؟ يعني هيعمل توب وبعد كده يرجع يعمل له عملية ريمين. فبالتالي ان كون هنا معمول تشيك يعني ايه؟ يعني هيعمل توب وبعد كده يعمل ريم وبعد كده ينقل العملية اللي بعدها، يعمل دراج يعني وبعدين ريمين وبعدين يدخل في العملية اللي بعدها، وهكذا بقى في كل العمليات. يعني اي عملية تانية مثلا زي البوكت اللي هنا ده هيعمل رف كاتنج وبعد كده فينش كاتنج وفينش تاني للكورنرز اللي موجودة اللي هنا دي. تمام. ما يقدرش او مش هيدخل على الاوبريشن التانية غير لما يخلص دي. ليه؟ لان هنا معمول تشيك او هنا انا مختار ايه البروسيس كومبليت فيتشر. طيب لما اعمل كده اذا مش لازم الكلام ده، يعني هو ممكن يعمل الرف كاتنج وبعد كده يدخل في الاوبريشن اللي بعدها يعمل رف كاتنج برضه، وبعد كده الاوبريشن اللي بعدها رف كاتنج رف كاتنج رف كاتنج لكل الاوبريشنز اللي موجوده عندي، وبعد كده يرجع يعمل الكونتور كاتنج او عمليات الفينشنج. ودي حاجه مهمه. ليه؟ انا ممكن في بعض الاحيان عندي نفس التول اللي هستخدمها هنا هي التول اللي هستخدمها هنا اللي هستخدمها هنا اللي هستخدمها هنا عمليات الرف، لكن اكيد مش نفس التول اللي هستخدمها في عمليات الفينشنج. فبالتالي انا هضيع وقت في ان انا اغير التول. يعني انا هستخدم مثلا هنا تول قطرها كام مثلا 20 مليمتر، طيب والكونتور تول قطرها 6 مليمتر، يبقى انا هعمل هنا استخدم تول قطرها 20، بعد كده اروح اغير تشينج تول وارجع بتول قطرها 6 مليمتر. طيب نيجي ندخل على العملية اللي بعدها الرف ميل 2، كنسل ده عشان اشوف الرف ميل 2 الرف ميل 3 برضو طول قطرها 20، وبعد كده طول قطرها 6 وهكذا. اللي هو ايه هلاقيني ماشي بنفس الموضوع اللي هو ايه بستخدم طول في الرف كاتنج وبعدين طول تانية في الفينش في الكونتور او في الفينش. طب ليه يا عم الغلبة دي؟ طب ما انا اعمل الرفنج كله مرة واحدة بنفس الطول، بعد كده ارجع اعمل فينشنج حتى لو غير الطول جواه مش مشكلة.
كده انا وفرت وقت، اللي هو معناها عليت الافه الكفاءه بتاعت الموضوع، وفرت وقت كتير، بالتالي الوقت ده بينعكس على تكلفه اقتصاديه اللي جول كبير على الكوست والايكونومكس. يبقى المطلوب عندي ان انا اعمل سورت اوبريشن، كليك يمين على البارت سيت اب، ندخل على سورت اوبريشن، نعمل ان تشيك للبروسيس كومبليت فيتشر، ندخل هنا، نيجي هنا. انا عايز اعمل ايه؟ احنا قلنا عندنا 2 فلتر، اول حاجة اللي هو الاوبريشن، تاني حاجة هيبقى الحاجة التانية. انا اخترت رقم 1 الاوبريشن يبقى هنا، التاني هو التول، ولو اخترت هنا التول هيبقى التاني هنا الاوبريشن، تمام. فانا خليني اول فلتر عندي او اول سورت باي عندي هيبقى الاوبريشن. طيب ان شاء الله. طيب انا عايز ارتب العمليات دي ازاي؟ انا عايز اعمل رف كاتنج، بعد كده الكونتور كاتنج او عمليات الفينيشنج، بعد كده ادخل على الدريلينج، وبعدين الريمينج، لان هي دي العمليات اللي موجوده على البارت عندي. العمليات التانية اللي موجوده حد بس مش موجوده على البارت عندي، مش هيفرق معايا هي موجوده فين في انهي ترتيب، لانها اوريدي كده كده مش موجوده على البارت بتاعي. يبقى انا عايز الرف ميلينج ديت او الرف ميل اول حاجه خالص، اوكي. تاني حاجه بعدها تبقى الكونتور ميل، اوكي تمام. تالت حاجة يبقى أنا عندي السنتر دريل، بعد كده الدريل، بعد كده الريم، مفيش مشاكل. المهم يبقوا بنفس الترتيب ده. قبلهم الفيس، أنا معنديش فيس، عندي كاونتر سينك مفيش، بور مفيش، تاب مفيش، انتر دريل مفيش، ثريد دريل مفيش، اريا كليرانس وزد وفلات اريا، الكلام ده برضه مش موجودين، فكأنهم مش موجودين خالص هنا في الترتيب اللي قدامي ده. يبقى أنا عندي راف ميل، كونتور ميل، بعد كده السنتر دريل أو دريل، بعد كده الريم. المهم ان هما يبقوا بنفس الترتيب ده، ما يبقاش مثلا الكونتور ميل قبل الرف، ما يبقاش الريم قبل الدريل. طبعا الموضوع ده معتمد على فهم العملية نفسها بشكل واضح. يعني انا لو مش عارف ايه الفرق ما بين الريمينج والدريلينج، وحطيت الريمينج قبل الدريلينج، كده عليه العوض في التول اللي عندي، اوريدي اتكسرت، اوريدي خلاص كده راحت في راحت في مصيبة، بالتالي دي مشكلة كبيرة ليا. يعني ازاي انا مش فاهم الفرق ما بين ده وما بين ده، ازاي هعمل ريمينج قبل ما هعمل دريلينج؟ فالموضوع مطلوب يبقى مفهوم بشكل دقيق وواضح، تمام. خلاص انا كده حطيتهم بالترتيب اللي انا عايزه. والله عايز ارتبهم تاني حسب التول، مفيش مشاكل، ترتيبهم كده خلاص بالاوبريشن بس، خلاص اوكي مفيش اي مشكلة. خلاص انا عايز ارتبهم بالتول بس، اقول له اوكي، تمام كده. هنلاحظ هنا ان ترتيب العمليات اتغير، هلاقي كله رف 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 الى اخره، بعد كده ندخل في كونتور ميلينج او عمليات الفينيشنج، بعد كده دخلنا في سنتر دريل والدريل، وبعد كده دخلنا في الريمينج. هو ده الترتيب اللي انا عايز امشي عليه. يبقى دي حاجة مهمة جدا يا شباب، بتوفر عندي وقت، بالتالي بتعلي الافيشنسي اللي هي عمليات سورتنج اوبريشن. سورتنج اوبريشن يعني تصنيف العمليات، يعني انا بحطها كده في سب جروبس، مجموعات صغيرة تبدأ تتنفذ. الجروب ده الاول، الجروب ده رقم 2، الجروب ده رقم 3. الجروب رقم 1 ده فيه سيمة مشتركة ما بين كل الاوبريشنز اللي جواه، الجروب رقم 2 برضه فيه حاجة مشتركة ما بين كل الاوبريشنز اللي جواه. الحاجة المشتركة ديت بتوفر لوقت كبير جدا، بالتالي الوقت ده بينعكس على الكوست، فبالتالي بيعلي الافيشنسي، ليه أهمية اقتصادية مهمة جدا، تمام. ده هدخل على الحاجة اللي بعدها. لو عايز أغير الاستراتيجي بتاعت أي اوبريشن تانية، مثلا هندخل على الرف ميل واحد. الرف ميل واحد ديت يعني عشان في جزء كبير من الماتيريال هنا هعمل له ماشيننج، بالتالي انا محتاج اغير الاستراتيجي شويه، ليه استراتيجي تقلل الوقت، خصوصا لما يبقى عندي سيرفيس اريا كده كبيره شويه. هنفهم الكلام ده لما ندخل هنا، هندوس دبل كليك على الرقم الواحد، او هنعمل كليك يمين نختار بارامترز، ندخل هنا على عمليه الرافينج، تمام. شوف البوكتنج ديت ونشوف الباترن، واخد بالك هنا الباترن ازاي التول هتمشي بيه، الشكل ده الشكل ده الشكل ده، لغاية لما تخلص الاريا دي كلها. طيب الكلام ده هيبقى وفر وقت ولا مثلا لما نخليها زجزاج؟
بتمشي بالشكل ده. وكمان في عندي اوبشن حلو اللي هو stay at depth، يعني هتفضل الطول على نفس الدبث، مش هتخرج بره الشغلة وترجع لها تاني، فبالتالي وفرت الوقت ده كمان. وكمان عندي اوبشن اللي هو ايه، ماشين ايلاند توب. خد بالك كده، لما تدوس على الاوبشن ده هتعرف هو بيعمل ايه بالظبط. يعني انا عندي الايلاند توب ديت هيعمل لها ماشينينج لي التوب فيس اللي فوق ده، او التوب سيرفيس اللي فوق ده، يعني كأنه بيعمل لها فيسنج. بالتالي اصلا انا حتى كنت عامل انا تشيك للفيسنج في الاوتوماتيك فيتشر ريكوجنيشن من البداية. تمام، يبقى انا هاجي هنا اخلي الباترن ده زجزاج، واتاكد ان انا عامل تشيك على الستي ات ديبث وتشيك على الماشين ايلاند توب. دي حاجة مهمة جدا هتلاحظها في توفير الوقت في عملية السيميوليشن، ولو انت شغال كتير على الموضوع هتلاحظ الفرق في الحاجة دي. تمام، الحاجة المهمة اللي اتعرفنا عليها في الفيديو اللي فات برضو، وهو ازاي اغير البروجرام زيرو. احنا قلنا حاجة مهمة جدا في الكوردينيت سيستم او في السي ان سي ماشيننج عموما، الزيرو. الزيرو يعني فين الريفرنس بتاعك؟ الكوردينيت سيستم بيعرف نقطة الصفر البروجرام زيرو او البارت زيرو، وكمان بيعرف اتجاهات المحاور. طيب انا ما دخلتش في الكوردينيت سيستم، بس عايز اعرف هو حط البروجرام زيرو فين هنا. انا اصلا عملت جنريت الاوبريشن بلان، يعني اذا هو رتب العمليات دي بناء على ريفرنس، هو حط الريفرنس ده فين. لما نيجي نشوف كده، كبر شوية عشان نشوف، هلاقيه هنا حاطط لي ادي اكس ودي واي وادي زد، وحاطط لي الاورجن هنا. الاورجن دي هنا فين؟ ديت مع الاورجن بتاعت السوليد وركس كام، هو اتعرف عليها في المكان ده اوتوماتيك، لان البارت ده جاي من السوليد وركس مش من اي سوفت وير تاني، فبالتالي اتعرف عليها في المكان ده، ولان انا برضو ما عملتش ديفينيشن للكوردينيت سيستم. طيب لو انا عايز اغير الموضوع ده اعمله ازاي؟ برضو بندخل على الميل بارت سيت اب دبل كليك، نيجي نخش هنا على الاورجن. قلنا المرة اللي فاتت انا عندي اكتر من اوبشن، اول واحد اللي هو اليوزر ديفينيشن ده اللي هو انا بعمل تشيك عليه، احط الاوبشن الاورجن بقى في اي مكان انا عايزه، اغير الاحداثيات اللي قدامي دي يطلع ما احطها في المكان اللي انا عايزه. قلنا هنا دولت حاجات متعلقة السكتش طبعا، اللي هو كنا عاملين اكسترودد فروم سكتش زي المرة اللي فاتت، فهيبقى عندي سكتش وفي نقطة متحددة عندي، يا اما بتبقى سنتر بتاع سيركل او نقطة تقاطع بتاع خطين مع بعض. عندي الاوبشنز اللي موجودة هنا دي التوب سنتر، لو عملنا تشيك عليها كده اللي هو التوب سنتر اللي هنا، او الميد سنتر، او البوتوم سنتر. طيب انا عايز اعمل حاجة مختلفة شوية اللي هو الستوك فيرتكس. انا بختار ستوك فيرتكس، وبعد كده ببدأ اختار اي نقطة من الموجودين قدامي دول اللي هم متعرفين على الشكل ده. طيب انا عملت ستوك فيرتكس واخترت النقطة دي مثلا، قلت اوكي. نيجي نشوف هنا حط الزيرو فين اهو. تمام، طيب لو انا عايز مثلا هنا في النقطة دي مفيش مشاكل، نبدأ نغير تاني ادي الديفينيشن ستوك، نخليه مثلا في النقطة دي واقول له اوكي. لا ده جه هنا، نيجي نشوف تاني لغاية لما احط زيرو في المكان اللي انا عايزه. هو انا مش بغير البروجرام زيرو لاجل التغيير فقط، يعني كون انك بتغير البروجرام زيرو فانت بتختار انسب نقطة او انسب ريفرنس تقدر تنسب له كل الاحداثيات اللي هتمشي عليها ديت بسهولة، وما تغيرش فيها كتير، تقدر تشتغل عليها يعني الماكسيمم سبيد بالمينيمم تايب عشان توصل لكفاءة عالية جدا في عملية تشغيل وقت قليل جدا. تمام كده غيرنا البارت او البروجرام زيرو. حاجة مهمة جديدة ويعني مهمة جدا في نفس السياق اللي بنتكلم فيه في موضوع انك حابب تعلي الافيشنسي، وده بيبقى دايما مطلوب منك طبعا تعمل اكبر عدد من المنتجات في وقت قليل جدا، مطلوب منك تعلي الكفاءة بتاعة الماشين او البرودكشن لاين اللي تحت ايديك كمهندس، والا فايه هي وظيفتك ان ما كنتش هتشتغل على نقطة زي كده. الحاجة اللي عايزين نتكلم فيها هي حاجة اسمها الكومبايننج اوبريشن. طيب بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا انا عملت سورتنج اوبريشن،
تمام، هي حاجة كده يعني جواها ومش جواها، يعني نقدر يعني نصنفها تبع السورتنج اوبريشن، ونقدر نصنفها بتصنيف تاني، او نقدر نديها مسمى تاني ونشتغل عليها شوية. مثلا انا عندي هنا الراف ميل، الطول المستخدمة هنا قطرها 20 مليمتر. نيجي نشوف ادي الراف ميل 3 برضه طول قطرها 20 مليمتر، الراف ميل 5 طول قطرها 20 مليمتر، الراف ميل 7 نفس الكلام. يعني انا عندي مثلا ادي 1 2 3 4 4 اوبريشن بنفس الطول. طب ليه انا ما اقدرش مثلا احط الاربعه اوبريشن دول في جروب مع بعضهم؟ ارجع اقول لي تاني كده، يعني ايه احطهم في جروب مع بعضهم؟ يعني اعمل لهم كومباين. يعني اول ما ابدا اشتغل ادخل مثلا على الرف ميل 1، اعمل الرف ميل 3، الرف ميل 5، الرف ميل 7، وانا شغال اوريدي. انا اصلا كده كده بعمل كل الرف ميلينج او الرف ماشيننج الاول، فمش هيفرق معايا اعمل رف ميلينج 1 وبعدين رف ميلينج 2 او رف ميلينج 3. طب انا اخلي رف ميلينج 1، رف ميلينج 3، رف ميلينج 5، رف ميلينج 7، لان انا هستخدم نفس التول. كنت ممكن اقدر اعمل الكلام ده وانا بعمل سورتنج اوبريشن، اللي هو ايه، ادخل على التول واحدد الدايمتر، اخلي الدايمتر رقم 20 ده، او الجروب اللي جواه الدايمتر رقم 20 في الاول، بس اقدر اعمله من هنا بطريقه اسهل شويه. يبقى هندخل برضو على الميل بارت سيت اب، كليك يمين نختار كومباين اوبريشن. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كومباين اوبريشن ما بين العمليات اللي بتستخدم نفس التول، سواء اذا كانت في الرف او في الكونتور. انا برضو ممكن الاقي في عمليات الفينيشنج اوبريشنز بتستخدم نفس قطر التول او نفس التول. تمام، بعمل تشيك على الرف ميل والكونتور ميل، واتاكد ان هنا على الريجنريت تول باث معمول تشيك برضو، اللي هو ايه، هنبدأ نعمل جنريت تاني للتول باث اول ما نعمل كومباين للاوبريشن. اقول له اوكي، الاقي هنا الترتيب اتغير تماما. هدخل مثلا على رقم ميل 1، شوف تحتها هلاقي اومن بوكت، ريكتانجولار، ريكتانجولار سلوت، ريكتانجولار سلوت 3، اللي هو جمعهم هنا مع بعض. تمام، مفيش هنا حتى رقم ميل 3 و5 و7، لا كلهم موجودين هنا تحت نفس الجروب ده، او كأنهم عملية واحدة، كأنهم وان اوبريشن. وديت ميزة الموضوع، اللي هو هيبدأ يشتغل كأنه وان اوبريشن، وقت قليل جدا. وفر الوقت المستهلك في عمليات تول تشينج وخلافه. تمام، فاضل حاجة تانية حابب أعملها على البارت ده قبل ما أبدأ أشتغل؟ يعني أعتقد مفضلش حاجة. نبدأ ندخل بقى على جنريت تول باث، نعمل سيميليشن ونشوف عندي هل في مشاكل في عملية السيميليشن ولا لا. لو في مشاكل نبدأ نصلحها، مفيش مشاكل اوكي ندخل على البوست بروسيس. يبقى كده خلصنا الشغل على البارت ده، نعمل جنريت للاوبريشن بلان. لاحظ هنا انت عملت جنريت للتول باث، اللي هو المسار اللي هتتحرك فيه التول عشان تعمل الفيتشر ده. فانت طبعا حابب تعرف الموضوع ده، فانت بتدوس على هنا كده هيجيب لك التول باث، التول الباث اللي التول هتمشي فيه عشان تعمل الفيتشر ده. طبعا برضو لو انت دقيق الملاحظة شوية تبدأ تغير حاجة من هنا لو فيها مشاكل او فيها عيوب. يعني مثلا عملية الريمينج دي، فانت محتاج تول اللينث بتاعها كبير الى حد ما، ممكن البرنامج ما يكونش اتعرف على ده بشكل صحيح، او يكون تول فيها بعض المشاكل في الطول بتاعها. فانت ممكن تبدأ تخش على الموضوع وتغيره من هنا، او تستنى لما تعمل عملية سيميليشن وتتأكد بنفسك اذا كان في حاجة ولا مفيش. المهم خلينا نعمل سيميليشن ونشوف الموضوع ده فيه مشاكل ولا لا. اتكلمنا قبل كده شباب بالفرق ما بين الالوان الثلاثة اللي انا بشوفهم دول. اللون اللي هو ده ده معناه ان دي رو ماتيريال، ما يعني ما تعملناش اي ماشيننج او اي عمليات فينيشنج خالص، فبالتالي هي بتظهر بالرو ده، شكل اللون ده. اللون التاني اللي هو ده، ده عمليات برضه عملت لها ماشيننج لكن ما وصلتش للشكل النهائي. الشكل ده واللون ده هي كده خلاص وصلت للشكل النهائي، ونفرق ما بينهم التلاتة. اللون ده واللون ده انا اقدر اغير اللون ده واللون ده، اللي هو الماتيريال بعد ما اتعملت تشغيل لكن ما وصلتش للشكل النهائي، والماتيريال برضو بعد ما وصلت للشكل النهائي خالص، دول اقدر اغيرهم من اعدادات البرنامج من السوفت وير نفسه. لكن اللون ده ببدا اغيره حسب نوع الماتيريال اللي انا بختارها او الابيرنس بتاع الماتيريال.
ملاحظين هنا شباب هي بتتحرك في الباترن زجزاج اللي احنا كنا اصلا غيرناه عشان نوفر الوقت. لو كانت بتتحرك في اتجاه تاني كان هيبقى في مشاكل مع الايلاند والايلاند والايلاند، التلاتة ايلاند الموجودة عندي دول كان هيبقى فيها مشاكل، فيها عمليات تشغيل. وهنا برضو بيعمل حاجة مهمة جدا اللي احنا عرفناها اللي هو ايه، الماشيننج التوب ايلاند اللي هو بيعمل عملية فيسنج لي التوب ايلاند. هنا طبعا لو مكناش عاملين تشيك على الموضوع ده كان هيسيب الجزء اللي فوق ده بدون فيسنج، وبالتالي كنا هنحتاج نعمل انسرت اوبريشن تانية او انسرت او انسرت فيتشر، وده موضوع بيستهلك وقت برضو حتى في الشغل على البرنامج نفسه. حرك كده شوية عشان لو في مشاكل في الطول ده، شفتوا هنا حتى مغيرش الطول في ده في البوكت ده والبوكت ده والاتنين دول، نفس الطول اللي استخدمها اللي هي 20 مليمتر استخدمها في التلاتة. كده خلص كل العمليات الرافنج ودخل فيها عمليات الفينيشنج، ودي فايدة انك تعمل سورت اوبريشن اللي هو عشان ما تضيعش وقت، تعمل رف بعدين فينيش رف فينيش لكل اوبريشن او كل فيتشر موجود عندك. طب ليه ما انا ممكن اعمل رف لكل الفيتشرز الموجودة بعد كده اعمل فينيشنج لكل الموجودة، فبالتالي قللت الوقت المستهلك في تغيير الطول وخلافه. طبعا في حاجة مهمة هنا بس يعني مش هنبدأ نتعرض لها في واحنا شغالين على البرنامج، في حاجة مهمة اسمها التولرانس برضو بتقدر تعرفها من هنا. يعني انت بتبدأ يعني بتقول له انا عايز الفينش في حدود كذا، فبالتالي الدايمنشنز اللي انت بتديها له دي بيبدأ يحدد عليها عمل الاستراتيجي بتاعت الفينش نفسها. احنا بنغير الاستراتيجي من فينش لرف فينش او رف بس او فينش بس وهكذا، لا انت ممكن كمان تحط له تولرانس وهو يبدأ يشتغل على التولرانس اللي موجود عندك ده، فبالتالي بيحدد هيعمل كام عملية فينيشنج عشان يوصل للسايز اللي موجود عندي ده. بس هنا كده في مشكلة صعبة شوية وهي دي اللي هو التداخل ما بين التول هولدر والورك بيس في عملية الريمينج او الدريلينج هنا. بالتالي الطول بتاع الدريل والريم محتاج اعمل له adjustment، محتاج اغيره. ندخل على edit feature نجيب التول دريل تول، نخلي الاوفرول لينس ده نخليه مثلا 150، نخش على التول هولدر نغير البروتروجن خليه 130، اقول له اوكي. ادخل على الريمينج برضو نفس الكلام، الاوفرول لينس خليه 150، خش على الميل هولدر خلي البروتروجن 130، اقول له اوكي. نعمل سيميليشن تاني نتأكد، طبعا نزود السرعة عشان دول مش فارقين معايا في حاجة. اوريدي كده تمام، مفيش اي تداخل ما بين التول هولدر والورك بيس زي المرة اللي فاتت زي ما انت شايف كده. كده خلاص اوكي، مفيش اي مشاكل في قابلتني تاني في اثناء السيميوليشن، اقول له اوكي. ندخل على البوست بروسيس، ترى المكان اللي انا عايز اسيف فيه الجي كود اللي هيطلع لي والبارت سيت اب، اقول له بلاي. خلاص كده عمل لي اكستراكتنج للجي ام كود اللي انا محتاجه. خلاص كده مفيش اي مشاكل، كده خلاص تمام يا شباب. النهارده خلصنا المطلوب، اتعرفنا على حاجات مهمة جدا، طبقنا على حاجتين شرحناهم المرة اللي فاتت السورتنج اوبريشن والبروجرام زيرو، وطبقنا بوضوح جدا ازاي تبدأ تتعرف على الحاجات دي وتغيرها حسب الابليكيشن اللي انت شغال عليه. كمان عرفنا يعني ايه كومبايننج اوبريشن وايه هي فايدتها
وازاي بتنعكس على الكوست او الافيشنسي بتاعت عملية المانيفاكشرنج عموما. ان شاء الله البارت ده هسيبهولكوا في لينك الديسكريبشن بتاع الفيديو. لقيت اللي عنده سؤال اللي سيبهولي في الكومنتات او يبعتلي، ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.